السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة ترضيه وترضى بها عنا، صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد. أصدقائنا ومتابعينا في قناة يوميات محمد، أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير وسعادة. طبعا في أخبار جميلة الأيام اللي فاتت بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة و أصحاب المعاشات وأسر تكافل وكرامة، بزيادة في الحد الأدنى للأجور وزيادة في المعاشات وزيادة المخصصات الخاصة بأسر تكافل وكرامة. طب إيه علاقة اللي أنت بتتكلم فيه ده بالموضوع المباني وموضوع قانون التصالح وموضوع الاشتراطات البنائية والسماح للناس بالمباني وعمال المباني في العنوان اللي انت كاتبه؟ هقول لحضرتك، بس يا ريت يتسع صدر حضرتك وتسمع الفيديو للاخر. لما نيجي نتكلم على جهاز الاداري للدولة، بنتكلم على اصحاب المعاشات وبنتكلم على اسر تكافل وكرامة. جميل جدا ان الدولة او الحكومة تزود الحد الادنى للاجور، وخاصة في ظل ارتفاع الاسعار وزيادة المعاشات، ده شيء جميل وإجراء يعني يساعد شوية الناس عشان تواجه الصعوبات والتضخم وارتفاع الأسعار. ونفس الشيء في موضوع تكافل وكرامة، وإن كنت شايف ووفقا للإحصائيات اللي بتنشرها الأجهزة المختصة إن العاملين في الجهاز الإداري للدولة لا يتعدى 4 مليون، بينما العاملين في القطاع الخاص يتجاوزوا 30 مليون وفقا للإحصاءات المعلنة. يبقى إذا احنا بنتكلم على قطاع خاص، هل الحكومة هتقدر تدعم القطاع الخاص؟ أنا عندي حل صغير، الحكومة ممكن من خلاله تدعم القطاع الخاص بشكل غير مباشر. عندنا طائفة المعمار بالبلدي كده بيقولوا عليه، عندنا البنا وعندنا المبيض المحارة وعندنا بتاع السيراميك وعندنا بتاع السباكة والناس اللي شغالة في طيفة المعمار بشكل عام. الفترة الأخيرة الناس دي متوقفة عن العمل، الناس دي فيها قطاع كبير جدا، مش كل اللي شغالين حاليا في مشروعات حكومية، مش كل الناس شغالة، في ناس قاعدة عطالة بطالة ما عندهاش شغل. طب ايه الحل؟ الدولة بتقدم مساعدات وبتقدم حماية اجتماعية للناس اللي هم موظفين، مش كل الناس موظفين في الدولة، مش كل الناس أصحاب معاشات، مش كل الناس عندها تكافل وكرامة. وإن كنت موضوع تكافل وكرامة ده يعني أنا ما يعني عندي تحفظات كتير عليه، لأن في ناس للأسف، في ناس للأسف، بعض الناس بتاخد تكافل وكرامة ولا تستحق تكافل وكرامة. تكافل وكرامة يروح للأرامل، يروح للمطلقات، يروح للناس اللي يثبت بالفعل إن ما عندهمش دخل. إنما لما أجي النهاردة شاب في سن العمل عنده 40 سنة، عنده 35 سنة، بعضهم في الثلاثينات والخمسة وعشرين سنة، وبص لقيه بيقبض من تكافل وكرامة. الراجل ده أنا ليه أديله تكافل وكرامة؟ ما ممكن يشتغل، ممكن أوفر له طريق للشغل، ممكن أيسر له موضوع القطاع الخاص والمشروعات اللي احنا بنتكلم عليها. نرجع تاني بقى للأساس، موضوع المباني المتوقف عند الكثير كتير من الناس عشان الاشتراطات وعشان إجراءات التراخيص المعقدة في بعض الأماكن، والناس مش قادرة تقدم على ترخيص، بتروح تبني بدون ترخيص، بتروح تتعدى على الأراضي الزراعية. إذن الحل قبل ما نديله تكافل وكرامة ونزود له معاشات والكلام ده كله، ياريت نفتح المجال أمام طائفة المعمار. الناس دي بسيطة جدا، الناس دي مش عايزة اللي يديها فلوس ولا يحسن عليها بقدر ما عايزة اللي يوفر لها فرص عمل حقيقية. الناس دي محتاجة فرص عمل حقيقية. فرص عمل حقيقية هتيجي إزاي؟ إن أنا أشجع القطاع الخاص ان هو يعمل في القطاع الاقتصادي المصري. اي حد عاوز يفتح مشروع ياريت
اي حد عاوز يفتح مشروع يا ريت ان ييسر الاجراءات، لان المشروع اللي بيتفتح ده بيفتح ابواب، مش هو بس بيفتح ابواب ناس كتير للرزق، ويفتح ويوفر فرص عمل. اذا فتح المباني في القرى وتيسير اجراءات الحصول على ترخيص، فتح المباني في المحافظات وتيسير الاجراءات الحصول على الترخيص، هو سفينة نوح وطوق نجاة للناس من ارتفاع الأسعار. لما انت بتحرك السوق في العمل وفي دائرة الاقتصاد كله بيخدم على بعضه. اذا الراجل ده اللي انا اوفر له فرصة عمل هيجيني وقت اصلا هو مش محتاج لا تكافل ولا كرامة، هياخد له 500 جنيه وهياخد له 1000 جنيه، مش هتعمل معاه حاجة في الايام دي. اذا فتح المباني والانتهاء بشتى الطرق من قانون التصالح الجديد، الانتهاء من تعديل للاشتراطات البنائية الجديدة، الانتهاء منها ضرورة عشان الناس تقدر تشوف أشغالها والعمال اللي قاعدة ما بتشتغلش. قصة إن أنا أدي للناس وأديها معونات ومساعدات، في دول كتير عودت الناس على المساعدات والإعانات، الدول دي للأسف بتتراجع اقتصاديا بسبب إن شعبها والناس اللي فيها اتعودوا على مد الإيد، اتعودوا على اللي يديهم معدوش عايزين يشتغلوا. لما رجعت الناس دي توفر ليهم فرص عمل مش قادرين يدخلوهم في سوق العمل لأنهم خلاص اتعودوا على التنبلة. إذن ضرورة فتح المباني وفتح قانون التصالح الجديد عشان الناس اللي خلفت تقدر تتصالح، وده هيدر مبالغ على خزينة الدولة وهيخلي الناس نقضي على البناء العشوائي. مش عايز أطول أكتر من كده في الفيديو ده، ويا رب إن شاء الله في الفترة الجاية نشهد إجراءات تفرح الناس وتدور عجلة الإنتاج وتصب في مصلحة الاقتصاد والناس اللي فعلا قاعدة متعطلة وقاعدة بتنشد الحكومة توفير فرص عمل قبل إعطاء معونات أو مساعدات أو تكافل أو كرامة. طبعا ده شيء الحكومة تساب عليه، لكن في ناس مش محتاجة تكافل وكرامة، ناس محتاجة فرص عمل حقيقية تشتغل فيها. بل الناس دي انت هتستفيد منها بعد كده، هتاخد منه لو دخلت سوق العمل الرسمي، تاخد منه ضرائب، تاخد منه تأمينات، تاخد منه معاشات، هيفيد الدولة ويفيد الحكومة، مش هيبقى يكون عالة على الحكومة. نتمنى على الله زي ما قلت لحضراتكم نشوف إجراءات يعني تحرك المياه الراكدة، خاصة في موضوع المباني والتصالح والاشتراطات البنائية الجديدة. ياريت فضلا وليس أمرا تدعمونا على الفيديوهات دي عشان بنحاول نقدم فكرة أو نقدم رسالة من خلال الفيديوهات اللي احنا بنعملها، وياريت تلتمسوا للعذر الأيام دي. والله يعني بحاول بقدر الإمكان على قد ما أقدر أعمل فيديوهات، وإن شاء الله في الفترة الجاية نستأنف عمل الفيديوهات. وما تنسوناش بالاشتراك في القناة وعمل لايك على الفيديو، ولو في أي سؤال أو أي استفسار احنا حاضرين وتحت أمر الجميع، ودمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.